بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن يحقق آمالكم وأن ييسر أموركم وأن يرعاكم جميعا بحسن رعايته وأن ينظر إلينا جميعا بعين رحمته. الصلح والوساطة القضائية هو عنوان هذه الدورة في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ البشير الإبراهيمي بتسمسيلت. هذا الموضوع موضوع يتجدد ولا يتبدد، موضوع نحتاج إليه في كل آن في كل وقت. لما؟ ما دام الواقع الذي نعيش فيه يفرز باستمرار، ما دام الواقع الذي نعيش فيه يفرز باستمرار جملة من القضايا والنزاعات، والكثير منها غير مسبوقة تماماً على مدار قرون. حياة الناس تعقدت، فتعقدت معها المشكلات والأزمات. حياة الناس تعقدت، فكثرت هذه النزاعات، ولكن سبق في علم الله جل جلاله أن النزاع يقع بين الناس، ولكن ربنا أرشدنا جميعا في وحيه الطاهر كما أرشدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة إلى الحلول، أرشدنا إلى الوقاية، إلى سبل الوقاية، كما أرشدنا إلى طرق العلاج، والوقاية خير من العلاج. أعالج هذا الموضوع من خلال مجموعة فقرات خفيفة مركزة. النقطة الأولى تنصرف إلى بيان أهمية الصلح. الصلح جميل من عدة جوانب، منها أن الصلح ينهي النزاع. الصلح ينهي النزاع، ومنها أن الصلح يطهر قلوب الخصوم. الجميع يعلم أن القضية حينما تطرح على مستوى المحاكم، على مستوى القضاء، يقيناً الغالب على الظن أن الشحناء و البغضاء بين الخصوم كل ذلك يستمر إلا ما رحم ربي، ولكن الغالب على الظن هو الحاصل. أما الصلح يطهر القلوب بعدما أن ينهي النزاع، ثم أن الصلح يقرب بين الناس، بين الأقارب، بين الأرحام، بين الجيران، بين الشركاء داخل المجتمع، بل حتى بين المجتمعات في هذه الأسرة البشرية الكبيرة، لأننا مطالبون بالعيش جميعا في سلام، كلنا مطالبون بذلك. ومن الآيات التي دلت على ذلك في سورة الحجرات الآية 13، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهمية الصلح تتجلى في مظاهر عدة، منها ما ذكر. النقطة الثانية، الصلح له جذور وأصول، له جذور وأصول في شرعنا الإسلامي ألف، في مجتمعنا باء، في قوانيننا، في منظومتنا القانونية.
أذكر بعض الأدلة. ألف، أصول الصلح في الشريعة من باب التذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، سورة الذاريات الآية 55. الآيات كثيرة، منها أول آية في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ربنا قدم للصلح بالتقوى، لأن التقوى صمام أمان. خافوا ربي، ربي راه يقول خافوا ربي. كي نخافوا ربي نحافظوا على الأرحام، ونحافظوا على القرابات، ونحافظوا على الأواصر. فاتقوا الله، وإذا حصل نزاع ربنا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الآية الأولى من سورة الأنفال. وتأتي سورة الحجرات الآية العاشرة، وتأتي آيات عديدة في سورة واحدة وهي في سورة النساء. الآية 35 من سورة النساء: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والقرآن يوجهنا، يرشدنا، يربينا، ويزرع فينا القيم. ربنا قال إن يريد إصلاحا، يعني إذا كان النية كان الإرادة ربي يجيب الخير، إذا ما كانش النية مشكلة. والنية هي الأساس. ربي قال إن يريد إصلاحا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالله عز وجل قادر أن يحول الشقاق إلى وفاق، وأن يجمع الشملة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يطهر الأفئدة والنفوس من الشحناء والبغضاء وكل ما ينفر ويدمر ويفرق ويشتت بين الناس. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بأمر منه. في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونقرأ في السورة نفسها الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي السورة نفسها الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيتمدد هذا الصلح، لا حدود له ولا سدود بين الناس. حينما نقرأ هذه العبارة في القرآن نفهم يقينا بأن هذا الصلح لا حدود تحده بين الناس، انطلاقا من الأصل الأصيل الجامع بين أفراد البشرية جميعا: كلكم لآدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. إذن في السورة نفسها نقرأ الآية 128: والصلح خير. أما السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية نجد فيها العديد من الشواهد. منها نقرأ في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. رقم الحديث 4919. ونقرأ في البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعلم بنزاع وقع بين أهل قباء، وقع النزاع بينهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر عادي تماما،
أن يقع النزاع بين الصحب الكرام وبين التابعين وتابعيهم، ويظل الأمر هكذا إلى نهاية الدنيا. حينما بلغه الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. والحديث صحيح، خرجه الإمام البخاري، رقم الحديث 2693. والأدلة كثيرة. نذهب الآن إلى أصول هذا الصلح في المجتمع. جميع المجتمعات لها مخزون ثقافي، لها مخزون فكري يرشدها إلى التصالح والتسامح. فنحن في مجتمعنا الجزائري نملك رصيداً معرفياً ثقافياً فكرياً زاخراً يدعونا إلى التصالح والتسامح. يكفي أن نقرأ في المصطلحات. جماعة، كلمة جماعة، تجمعيف، نغتجمعف، هذه كلمة موجودة في الجزائر في جميع أجزاء الوطن. يصرى خلاف يقول لك نروحوا الجماعة، نجيبوا جماعة، عرضياً إمنين، إمنين الخير، رجال الصلح، الأئمة. حضور الأئمة في مجالس الصلح كثير، حضور الأعيان، حضور الخبراء، ناس الخير، صغار كبار، رجال ونساء. إذن هذا أمر متجذر فينا، فقط نحن مطالبون ببعثه وإحيائه وتمتينه، لأنه هو أساس التماسك الاجتماعي، هو أساس التعايش بين الناس. وهذا موجود في ثقافتنا وفي فكرنا، وهو زاخر بهذه القيم، لأن القيم هي الأوتاد التي تحفظ المجتمع من الانهيار والتمزق. جيم، الأصول القانونية. أيضا منظومتنا القانونية في الجزائر غنية جدا. أذكر على سبيل التمثيل للحصر، أبدأ مثلا بالقانون رقم 90-02 المتعلق بالمنازعات الفردية، يعني منازعات العمال. هذا القانون نص على الصلح والوساطة، الصلح والوساطة. المادة السادسة، المادة 6-9 أربع مواد، نصت على المصالحة. والمادة 10-11-12 نصت على الوساطة، الأولى المصالحة والثانية. إذن في زوج راهم جايين من المادة السادسة إلى غاية المادة 12، هذه المواد نصت على المصالحة ونصت على الوساطة. هذا في القانون تاع النزاعات بين العمال، بين العمال وأرباب العمل. نقرأ مثلا في قانون آخر، وهو قانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 05-02. هذا القانون في المادة 49 أيضا نص على الصلح، نص على الصلح بوضوح. يعني هذه المصطلحات، هذه الألفاظ التي استمعنا إليها في الوحيين في القرآن والسنة، هي موجودة في المنظومة القانونية في الجزائر. نقرأ أيضا في قانون آخر، وهو قانون 75-59. هذا القانون متعلق بالقانون التجاري، وفي أيضا مشاكل تاع التجارة بين التجار. بدءا من المادة 317 إلى غاية المادة 348 كلها نصت على هذه الطرق البديلة لحل المنازعات. نذكر بعض الأمثلة. المادة 333 نصت على تقسيط الدين،
من المشاكل اللي موجودة بين الناس الديون، ونحن نعلم في القرآن أطول آية في القرآن هي آية الدين، وهي الآية 282 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى آخره. بعد ذلك ربي سبحانه نص على مسألة مهمة جدا بين الناس، هناك دائن هناك مدين. المدين له الحق، المدين المعسر ما يقدرش يسدد الدين نتاعو، يطلب من الدائن المقرض الأجل، يقول زيد لي شوية وقت، ما نقدرش نسدد الدين. عادي، ربي قالها في القرآن في الآية 280 من سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ميسرة قراءتان. هو ربي يقول الإرجاء، لأن الدين ينتهي إما بالأداء أو بالإرجاء أو بالإبراء، يعني تسمح له ملح قاع، يا إما الأداء يا إما الإرجاء طبقا للآية 280 من سورة البقرة، أو الإبراء. والآية 280 من سورة البقرة ترجمت في المادة 334 من قانون 75-59، موجودة تماما الآية 280 نلقاوها في المادة 334. ربي سبحانه تكلم على اليسر تيسير، والآية والمادة كذلك. إذا نشوفوا هذا التناغم بين هذه المواد وتلك الآيات. إذن من المادة 317 إلى غاية المادة 348 كل هذه المواد نصت على الصلح. نقرأ في قانون آخر وهو القانون رقم 08-09 من المادة 990 إلى غاية المادة 994. هذه المواد نصت على الصلح. بعد ذلك فيه مواد نصت على الوساطة القضائية، الوساطة القضائية لا ميدياسيون جوديسياري، الوساطة. ومن المادة 1005 إلى غاية المادة 1038 نصت على التحكيم الأربيتراج، التحكيم الداخلي. من المادة 1039 إلى غاية المادة 1061 نصت على التحكيم الخارجي. قانون الإجراءات الجزائية، وهذا تطور نوعي في المنظومة القانونية الجزائرية، حتى في باب المجال الجزائي هناك إمكانية الصلح بين الخصوم في المجال الجزائي. إذن في جميع المواد، في المجال المدني، في القانون المدني الكود سيفيل نقل قانون 75-58 من المادة 459 وما بعدها، والمادة 459 ورد فيها أحسن تعريف لعقد الصلح في المادة 459 من قانون 75-58. إذن في المواد المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، في المجال القانون البحري والنزاعات البحرية، في جميع المجالات، في مجال الأوقاف، في جميع المجالات. حتى الآن مع صدور قوانين الصرف الإسلامية في الجزائر، بدءا من نظام بنك الجزائر تحت رقم 20-02 الصادر بتاريخ 15 مارس 2020، نص أيضا على هذه المعاني. والعقود التي تبرم الآن والمنتجات التي تسوق من قبل شبابيك الصرف الإسلامية التي تتمتع بالاستقلالية الهيكلية
التنظيمية والاستقلالية المالية طبقا للمادتين 17-18 من نظام بنك الجزائر 2002، عند وقوع النزاع لا بد أن يعرض على الطرق الودية. كل الجميع بلا استثناء، جميع العقود الصادرة عن هذه الشبابيك أو عن طريق الوكالات المتخصصة في مجال الصناعة المالية الإسلامية تنص على هذا الأمر. عند وقوع النزاع يفصل في النزاع بالطرق الودية، وإذا تعذر يلجأ إلى المحاكم المختصة إقليمياً. طبعاً لابد أن ينتهي النزاع إما بالتراضي أو بالتقاضي. إذن سادتي الأفاضل، نفهم أن المنظومة القانونية أيضاً تناغمت مع أصول الصلح في الشريعة الإسلامية وتوافقت مع القيم السائدة في المجتمع الجزائري. أخيراً نتحدث عن شروط نجاح الصلح. لابد أن ينجح، هذا هدفنا جميعاً، ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا الصلح إلا بجملة شروط أجملها فيما يلي. الشرط الأول ما هو؟ يتعلق بالخصوم. لازم الخصوم يكون عندهم النية الإرادة، وإلا لا يمكن أن يتحقق الصلح، لأنه لو كان ما تكونش الإرادة أصلا الخصوم لا يحضرون. تقولهم أرواحوا نتلاقاو في مسجد البشير الإبراهيمي نفروا القضية نتاعهم، يقول لك ما نجيش. إذا ما جاوش ماذا تفعل؟ لا تفعل شيئا، لا تستطيع. لذلك هذا شرط أساس، لازم النية والإرادة كما قالها ربي، وما كانش اللي يعرف البشر كما رب البشر جل جلاله. هذه مسألة مهمة وشرط أساس. زيد كاين شرط ثاني مهم، إيه هو هذا الشرط؟ متعلق بالمشرفين على الصلح. لازم هؤلاء المشرفون هم أيضا يكون عندهم النية والإرادة، لأن إذا كان الخصوم عندهم النية واللي يستقبلوهم يعني مخصوصة شوية النية، ولا يقول لك نديروا محاولة سريعة، إذا جابت ما جابتش. وطبعا الخصوم ربما يكون عندهم عزوف مبرر، يقول لك ما نروحش. لماذا؟ مادام ما كانش هناك شروط. لذلك المصلحون رجال أو نساء مطالبون بتوفير شروط نجاح الصلح. من هذه الشروط بدءا من هذه النية وهي أساس جميع الأعمال، لازم يلتزموا الحياد والموضوعية. الحياد بمعنى إذا أعطيت كلمة للخصم خليه يهدر، كي يكمل خلي الطرف الآخر عنده حق الرد وعرض القضية نتاعو من وجهة نظره. لازم يشبع، هذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى في نجاح عملية الصلح، تمنع المقاطعة. وعلى بالكم الخصم إذا كان قاطعته يزعف، أو كيزعف سيغادر، إما يغادر جسديا ولا خلاص ما يسمع لكش، ينتظر متى تنتهي الجلسة يقول لك فرصة أخرى نعطي لكم الأخبار، ويتهرب بطريقة من الطرق. لذلك المقاطعة ماشي مليح، خليه يهدر. هذه من الأدب النبوي أن المتحدث ما نقطعولوش، خليه يخرج الأفكار نتاعو باش ما يتشتتش، هو رتبها تحدث. أمر آخر، حسن الاستعانة أو النظر في القضية المعروضة، النظر في الأدلة.
لأن الملف يقدم، هناك بعض المعطيات تقدم شفويا وبعضها بالوثائق. يتكلم يقول لك مثلا القطعة الأرضية الفلانية، نتكلم على العقار لأنه قضايا العقار هي اللي كثيرة بزاف، يقول لك الكاداستر، كي جا الكاداستر نتاع مسح الأراضي، حنا رانا فيه سبعة، ولكن خويا الكبير مع خويا الصغير هما اللي داروا التصريح لهذا المديريه نتاع مسح الاراضي، وخرج ليفري فونسي الدفتر العقاري باسمهم، وحنايا مانيش موجودين اصحاب حق. زيد النقطه الثانيه، انه في القطعه الارضيه مكتوب فيها زوج قطارات ونص، وفي الحقيقه فيها زوج قطارات و700، معنى هذا ماهوش صحيح، اشكال اخر وغيرها من الامور. الان كيف خليه يتكلم؟ نعم، النظر في الادله الثبوتيه، في الوثائق الثبوتيه، هذا امر لازم تقرا. ونقول لكم بعض المسائل التي تحصل كثيرا، يجيك واحد يقول لك عندنا تيستامون، تيستامون معناها وصيه، وانت تفتيله وتحكي معه على اساس الوصيه، كي يجيب لك الوثيقه تلقاها ماشي وصيه، هذا وقف حبوس. اذن تختلف الاحكام او كيف؟ ما هو حلها؟ اذن بعدما قرات او اطلعت على الوثيقه تبين لك بان المصرح به يخالف الحقيقه، يخالف الوثيقه، إذن ممكن تتمشي في واحد الطريق ماشي طريق صحيحة. مسألة أخرى، يقولك بابا كان مريض، كان مريض، ومن بعد كتب هبة لفلان دوناسيا واحد من ولاده، بابا مات وحنا درك نحتجوا بابانا ظالم، كيفاش عطى الوليد وحنا ما عطلناش؟ وربي يقول يوصيكم الله في أولادكم، والحديث يقول اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، ديروا عدل بين أولادكم. كي تشوف الوثيقة وتقول وقتاش مات باباك، مات في اليوم الفلاني، تلقاها دار الهيبة نتاعو في المرض الموت، مرض الموت، وهذه حصلت كثيرا، قريب يموت وداه وليده، سورتو إذا جاب له شويه التفاح شويه البنان تهلا فيه ويديه في الطوموبيل، يا بابا يا بابا انا برك اللي وليدك، الاخرين ما يخمموا عليك ما يشوفوا فيك، ومسكين باباه مريض، يقول يا وليدي انت صح وليدي. بعد يقول يا بابا نروحوا برك واحد النوتير هنا قريب اسيدي الى اخره. إذا ثبت هذا الأمر من الوثائق من الأدلة من الشهود إلى آخره، قل حبس، الهبة عقد ناقل للملكية حال حياة الواهب، ولكن تبين لنا من الإشهادات من القرائن أن هذه الهبة اندارت في ظروف مش مليحة، لذلك نعتبرها وصية، نعتبرها وصية. أي اعتبرناها وصية بدل الأحكام؟ أولا نقول لا وصية لوارث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اثنين، أنه من ناحية القانونية طبقا لقانون 05-02 المادة 204 تقول الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة تأخذ حكم الوصية. إذن شرعا وقانونا حبس، لازم نفريوها بهذه الكيفية. أنتم ما تتهناو وتفريوا المشكلة نتاعكم، وباباكم يتهنى في الدار الآخرة وهي دار القرار. إذن هاو لقينا الحل. إذا كان مسألة فيها تعويض
تعويض السيارة ضربت الأخرى مش عارف إلى آخره، واحد كسر الكاميون واحد آخر لازم تعويض. نعم الشرع يقول الضرر يزال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية أصلها هذا الحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 31. حبس، إذن لابد أن يزال هذا الضرر. وطبقا للقانون قانون 75-58 المعدل والمتمم المادة 124 هي أساس التعويض، هي الأساس القانوني للتعويض. إذن حبس، والتعويض من يقدره؟ الخبراء، إما بالاتفاق، بالاتفاق بتقريب وجهات النظر، أو بالخبراء. وربي هو اللي قال فاسأل به خبيرا، ربي هو اللي قال ولا ينبئك مثل خبير. إذن ويأتي هذا الشرط لنجاح الصلح اللي هو الاستعانة بالخبراء. كل واحد في خدمته، واحد يقيم المباني، حانوت في تسمسيد بنفس الحجم، ماشي كيما حانوت في حيدرة ولا في درارية ولا في قسنطينة ولا في وهران ولا في تيارت، يختلف. لذلك الخبراء، كل منطقة عندها خبراءها. يلا، والخبراء ماشي غير اللي عنده لاغريمون، عنده الاعتماد. نعم هادو ملاح، خبراء في العقار، خبراء في المال، في لي فينونس، هذه حسبت، هذه خدمتهم يعرفونها. كان في التجارة تاجر خبير، هو ما قراهاش في الكواغط، ما قراهاش في الجامعة ولا في معاهد التكوين، اقراها في الميدان. تاجر خبير يعرف يقوم. هذه انت اذا مشكل في السيارات ايضا، عقد المقاولة حاجة كبيرة. وعقد المقاولة هو من العقود الواردات على العمل، مثل عقد التشغيل وعقد المقاولة. عقد المقاولة هذه صارت مشاكل كبار. لو كنت تسأل أي كان يقولك شوف المقاول يتفاهم مع مجموعة، خلصوا دراهم 24 شهر نعطي لكم المفاتح. سمعتوا هذه الحكاية كثيرا، المفاتح في يدك، وبإذن الله تعالى بعد 18 سنة ما كانش، وبعدين تبدأ المشاكل ولا لا؟ لا المشاكل والمسؤولية موجودة. ممكن يسلم لك السكن، يسلم لك بلا جودة، لم يراعي القواعد المقررة في القانون وفي العمران، خالفها. نجيب لك حاجة أخرى، المقاول يتفاهم معك، أنت عندك أرض، أنت تعطي له أرض، هو عنده خدمة، درت العقد بسم الله ما شاء الله نص نص 50-50%، يقول لك نديروا 5 تاع لي زيطاج، 5 طوابق، أنت صاحب الأرض يصحوا لك 25 أبارتمون شقة، والمقاول 25 شقة، متفاهمين؟ بعد ذلك هو اش دار؟ عنده طرق، بنى 7 طوابق، صافي 5 زائد 2، كي كملوا هذاك مسكين مول الأرض، كل ما يجي يشوف يقول لك والله غير ما شاء الله، أهضرك ما يصحوليش 25 كي كان 5 طوابق، ذلك الرجل طلع كي كملوا يجي مول الأرض يقول له المقاول هاك 25 سكنة، وهو شحال يأخذ؟ 25 زائد 2 زيطاج زائد 2 طوابق، وتبدأ القرة، تبدأ الحرب. يقول أنا صاحب الأرض، كما قال له واحد مرة، قالوا الأرض نتاعي والسماء نتاع ربي، وما على باليش بكل شيء نتاع ربي. قالوا السماء الأرض نتاعي والسماء نتاع ربي، راك طلعت. أم بعد المقاول يقول أنا خالفت القانون، ظلك ندخل في حرب كبيرة مع القانون باش يدير تسوية. يدير تسوية ماشي سهلة، ماشي سهلة تماما. يقول دروك أنا، وبعدين كي يدخل في المشاكل القضائية
يولي حتى مول الارض ما يدي والو، كراج وما كانش ما كان والو، خاطر مازال ما فراهاش. واحيانا يكون الاعتذار باش التحجج بمواد البناء، يقول لك السلعه طلعت، السيمان والحديد وحتى الخدامه لا مون دوفر، يعني الخدامه طلعوا لي ماسون البنائين، يقول لك لازم تدفع بزياده، يعني مشاكل مشاكل كبار، لازم خبراء. إذا واحد ماشي خبير كيفاش تفريها؟ دائما في كل مجلس نتاع الصلح هكذا، يعني مجالس نتاع الدورات، نقول لهم القضايا التي تطرح الان لم تطرح على المصلحين والعلماء نتاع الزمان اطلاقا. واحيانا كي نقرا المشاكل اللي تطرح على القاضي شريح، هو من كبار القضاة اللي خلاو بصمة كبيرة في دنيا القضاء، ولا نقرا القضايا التي عرضت على القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة وصاحب التلقين، من الكبار جمعوا بين العلم والعمل، نقولوا يا سعدكم المشاكل تاعكم بسيطة جدا، يا لو كانت تجي وضرك يا في 2023 كيفه بشكل كبار جدا. لذلك الاستعانة بالخبراء لازم. إذن الخاتمة نقول هذه الشروط لابد أن يعمل الجميع على تحقيقها من أجل نجاح عملية الصلح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.